بدأنا من حلقتين نتكلم عن الدولة العميقة في مصر، وقلنا إن ليها تلات أعمدة أو تلات رجلين، واتكلمنا عن العمود الأول وهو الجيش، والنهاردة هنتكلم عن العمود الثاني المخابرات. من سنة 1952 كانت المخابرات العسكرية مسؤولة مش بس عن جمع وتحليل المعلومات الخاصة بالتهديدات العسكرية الخارجية، ولكن كمان كانت مسؤولة عن التجسس على الجيش ذات نفسه، مش بس الجيش بل المجتمع كله. المخابرات الحربية كانت هي الأداة الأساسية اللي استخدمها كل الحكام العسكريين لمصر لحماية نفسهم من الانقلابات العسكرية. وزراء دفاع كتير ومنهم أحمد إسماعيل وكمال حسن علي أيام السادات كانوا رؤساء للمخابرات الحربية قبل ما يترقوا ويمسكوا وزارة الدفاع زي السيسي. بالنسبة لعبد الناصر، فبعد ما قاد انقلاب 52 مباشرة عين صديقه المقرب زكريا محي الدين كمسؤول عن المخابرات الحربية، وبعدها رقاه وخلاه وزير داخلية، فعمل له شبكة استخبارات عسكرية ومدنية موالية لعبد الناصر، وكان هدفها معادلة كفة الميزان قصاد قوة وزير الدفاع واللي كان عبد الحكيم عامر. على مدى 60 سنة تقريبا من بعد كده تفوتت أهمية المخابرات الحربية في التحكم في الجيش والمجتمع، لكنها كانت أساسية دايما. السادات ومبارك الاثنين استخدموا أمن الدولة التابعة للداخلية والمخابرات العامة التابعة للرئاسة مباشرة كقوة مضادة للمخابرات الحربية، لأن السادات ومبارك ما كانوش عسكريين قوي يعني. السادات خدم في الجيش فترة أقل من 5 سنين تقريبا، ومبارك كان في سلاح الجو، ما كانش ضابط جيش من المشاة اللي هم الأساس في الجيش، عشان كده ما قدروش يحطوا ثقتهم كلها في المخابرات الحربية لاحتمال تعارض المصالح أو الولاءات. عمر سليمان اللي كان رجل مبارك القوي زي ما زكريا محي كان رجل عبد الناصر القوي، عمر سليمان سحبوا مبارك من المخابرات الحربية واللي كان شغال فيها نائب مدير وبعدين مدير، ومسكوا رئاسة المخابرات العامة اللي فضل فيها لغاية ما ترقى نائب رئيس في آخر 10 أيام من حكم مبارك. الحاجة اللي بتبين قد إيه مبارك كان بيثق فيه، السيسي استخدم المخابرات الحربية للإطاحة بمرسي، وبعدين استخدمها كأداة أساسية للحكم، الأداة اللي من خلالها بيراقب الجيش عشان يحمي نفسه من الانقلابات، وبيراقب الحياة السياسية المدنية وبيسيطر عليها. لما كان وزير دفاع أيام مرسي من أغسطس 2012 استخدم السيسي المخابرات الحربية لتجنيد معارضة مدنية للإخوان عشان يستخدمها كمخلب قط ضد الإخوان. معارضة مدنية بس المرة دي مدعومة من الجيش والداخلية. المخابرات الحربية هي اللي نظمت حركة التمرد اللي عملت الورقة إياها اللي قالوا إنه وقع عليها 22 مليون مواطن بيطالبوا مرسي بإنه يسيب الحكم، واللي بناء عليه حصلت مظاهرات 28 يوليو 2013. سيطرة السيسي على المخابرات الحربية شخصية جدا، اتنين من أولاده اشتغلوا فيها، وهو اللي عين اللي مسك المخابرات بعده واللي كان يسيبه حمى بنته يعني. كان بيوزع صحابه ومحاسيبه في المناصب المهمة في المخابرات الحربية وغيرها من المواقع المهمة، زي محمد فريد التهامي واللي كان رئيسه زمان في المخابرات الحربية عينه مدير المخابرات العامة. دور المخابرات الحربية كأداة وقاية من الانقلابات العسكرية كان واضح جدا في 2015 لما قالوا ان هم اكتشفوا محاولة تدبير انقلاب ضد السيسي، واتقبض على 26 ضابط واتحكموا عسكريا في الخباسة كده يعني. وفي نفس الوقت المخابرات الحربية بتقوم بدورها في تغطية نظام الحكم العسكري واظهاره وكأنه مدني. فنلاقيهم في الفترة اللي قبل انتخابات البرلمان 2015 نظموا كيانين حزبيين فازوا بأغلبية مقاعد البرلمان وشكلوا الحكومة. وطبعا جنب ده كله في الدور الأساسي وهو القضاء على اي شكل من اشكال المعارضة، سواء كان ملموس في الشارع او افتراضي على النت من خلال الاختفاء القسري والتعذيب في المعتقلات. اساليب السيسي يعني تشبه كتير اساليب عبد الناصر في التعامل مع الحياة السياسية المدنية والسيطرة عليه. في بداية 1953 عبد الناصر واللي كان بيحتقر الحياة الحزبية عموما يعني اصدر قانون بحل كل الاحزاب الموجودة ومصادرة اصولها، وكلف المخابرات الحربية بانشاء ما يسمى بهيئة التحرير واللي كان نواة لحزب واحد اوحد يشغل الفراغ السياسي اللي حصل بعد حل الاحزاب السياسية كلها. طبعا ده كان بهدف القضاء على النشاط السياسي المستقل في البلد. هيئة التحرير كانت هي منظم انبوبة السياسة في مصر، وبعدها بتسع سنين لما ناصر انشأ الحزب الحاكم الاتحاد الاشتراكي العربي عشان يوازن بيه قوة الجيش اللي كان موالي لعبد الحكيم عامر، وعين نائب المدير السابق لمباحث امن الدولة كأمين للحزب، السيسي تقريبا اتبنى نفس الاستراتيجية بالظبط. الفرق الوحيد هو انه عمل كيانين مش كيان واحد زي هيئة التحرير بتاعت عبد الناصر. عمل حزب لاستقطاب الشباب وقايمة لاستقطاب كبار السن. قايمة كبار السن كان اسمها في حب مصر، واللي اتغير اسمها بعد كده لائتلاف دعم مصر. القايمة دي كان الهدف منها استقطاب الشخصيات المؤثرة والعناصر الانتهازية نفس الشريحة اللي كان بتستهدفها هيئة التحرير بتاعت عبد الناصر. السيسي كلف اللي هو سامح سيف اليزل بتشكيل القايمة دي. سيف اليزل كان في المخابرات الحربية قبل ما ينتقل للمخابرات العامة، وبعد الإطاحة بالإخوان سيف اليزل ومراد موافي الرئيس السابق للمخابرات الحربية واللي أقاله مرسي في 2012 اشتغلوا سوا على تأسيس القايمة دي، هيئة التحرير بتاعت القرن ال21. سيف اليزل بعدها حل محل مراد موافي اللي السيسي قلشه جائز لأنه كان بيمثل تهديد ليه، ونجح سيف اليزل في إنه يخلي ائتلاف دعم مصر يكسب في انتخابات البرلمان 2015 واللي فاز فيها ب 120 مقعد وبقى أكبر كتلة في البرلمان بقيادة سيف اليزل. المخابرات
السيسي كمان كلف محمد بدران شاب عمره 24 سنه واللي كان رئيس اتحاد الطلبه في 2013 واللي غالبا بدعم من المخابرات برضو، كلفه بتنظيم حزب مستقبل وطن النسخه الشبابي من هيئه التحرير الناصريه واللي هدفها كان استقطاب الشباب لاحضان النظام بعيدا عن المعارضه، وفاز ب 53 مقعد في انتخابات برلمان 2015 وبقى ثاني اكبر كتله في البرلمان. توزيع الانتخابيه دي بقى ما بين الكبار والشباب غالبا لعب مخابرات حربيه يعني، واللي كانت اللاعب الاساسي في تنظيم انتخابات البرلمان اللي هو كمال عامر مدير المخابرات الحربيه السابق انتخب سنه 2016 لمنصب رئيس لجنه الدفاع والامن القومي في البرلمان، واللي وظيفتها الاساسيه في البرلمان الرقابه على الجيش. المخابرات الحربيه هي اللي ماسكه الرقابه على الجيش. وبكده بقى احكمت المخابرات الحربيه الخناق على البلد ورجعت لدورها الاساسي اللي عبد الناصر عملها عشانه اساسا، وهي حمايته من الجيش ومن الشعب. بس المره دي السيسي سيطرته على المخابرات الحربيه اكبر حتى من سيطره عبد الناصر. المخابرات الحربيه في عهد السيسي بقى عندها سلطه على باقي اجهزه المخابرات في الدوله بما فيها المخابرات العامه التابعه للرئاسه وامن الدوله اللي بقى اسمه الامن القومي والتابع للداخليه. سيطره المخابرات الحربيه على الدوله زادت من بعد الانقلاب وبقت اكبر من سلطتها في عهد اي رئيس عدى على مصر. الحاجه اللي بتعكس خلفيه السيسي السياسيه وفلسفته في الحكم، وانه بيفضل الحكم العسكري المباشر عن السياسه المدنيه ودوله المؤسسات. كده يبقى اتكلمنا عن الجيش وعن المخابرات، وفاضل نتكلم عن العمود الثالث الرئاسه، ولكن هذا امر شرحه يطول وانا الليله مشغول. هنشوفكم على خير ان شاء الله.